سليمان حويليش رئيس جمعيات شباب الخير للتضامن الاجتماعي. في الاول كنشكروا هيسبريس والطاقم المسؤول عليها واللي جاو عندنا باش يعني يكتشفوا واحد المشروع اللي تنجز، واحد المشروع مهم جدا واللي كيهم واحد الفئه يعني مهمه في المجتمع واللي كان ما كيعتني فيها حتى شي واحد في هذه المدينه، يعني خاصه مدينه النظر. الحمد لله اليوم في اطار الشراكه اللي درنا ما بين الجمعيه ديالنا والمبادره التنميه البشريه، استطعنا باذن الله وقوته باش نحققوا هذا الانجاز، وانجاز مهم جدا الا وهو انشاء مركز الخير لذوي الاعاقه الذهنيه. بمحض ان المراكز ديال الاعاقه هنا في الناظور قليله، كان عندنا يعني هذا الاسم هذا سميناه مركز الاعاقه الذهنيه، لكن الان احنا ان شاء الله رجعناه مركز متعدد التخصصات في الاعاقه. بما ان كيجيو عندنا بزاف ديال الناس والعوائل عندهم الناس معاقين يعني من رجلين واليدين، وهذه هذا المركز هذا عطى واحد الفعاليه كبيره خاصه في هذه المدينه. واللي بغيت نقولوا الا وهو كنشكر جميع المسؤولين ديال هذه الجمعيه هذو بما فيهم الرئيس والمكتب المسير والمحسنين اللي كيجيو عندني هنايا باش كيعاونونا، والمخابز اللي كيوفروا لنا الخبز باطل، والناس اللي كيجيو يعني كيحسوا بهاد الدراري هادو باش كيوقفوا معنا الله يجازيهم بخير. يعني خصني ضروري ما نقول لهم الشكر ديالي اللي يعني التجاه ديالهم. حنا هنا كنخلصوا على الاقل 2,700,000 في الشهر ديال الخدامه، والحمد لله المكتب يعني جرى ودار الخدمه ديالو باش كيوفر هاد الفلوس لهاد الناس هادو في اطار الشراكات اللي درنا ما بين التعاون الوطني والمجلس البلدي مدينه الناظور اللي كيعطينا 17 مليون، والتعاون الوطني 14 مليون مازال ما توصلناش بها، ولكن ان شاء الله الشراكه راه كاينه، وكنتمناو المؤسسات الاخرين باش يعطيو واحد العنايه مهمه لهذا المركز هذا، لانه مركز مهم، وكنطلب منهم باش يجيو ويشوفوا ويكتشفوا يعني شنو كنديروا هنايا. وكنشكر بزاف هاد المؤطرين اللي كيوقفوا مع الدراري هادو، وخاصه السائقين اللي كينوضوا في 6 ديال الصباح كيمشيو للدراري هادو الديور ديالهم باش كيجيبوهم هنا بني سيدان، كنوصلوا حتى لبني سيدان، الزغنغان، سلوان، يعني حنا هنا وخاصه هاد الدراري هادو ما كيخلصوا فرانك الجمعيه بها. يعني علاش درنا لهم هاد الشيء هذا؟ باش حتى العوائل ديالهم يحسوا بان راه كاينين شي ناس باش كنخفوا عليهم، بان كاينين شي ناس اللي يعني كيعطفوا على هاد الناس هادو. والحمد لله مشروع مهم، وحنا جد فرحانين بهذا المشروع هذا، وكنتمنى له الاستمراريه، وكنتمنى للمسؤولين يعني ديال هاد المدينه هادو وديال الحكومه الجديده باش يعطيو واحد العنايه لهذه المدينه هذه، خاصه في هذه الفئه هذه، لان عندنا واحد الاقبال مهول جدا. يعني حنا وصلنا نستوعبوا ما ازيد من 400 حاله، يعني كنديروا الافواج، عندنا الدراري اللي كيقراو يومين في السيمانه، يعني الفرقين عندنا بالانصار، الناظور، النواحي ديال الناظور كيقراو الاثنين، النهار الثلاث لا كيقراو الخميس. مثلا عندنا الناس ديال الزغنغان سلوان كيقراو الثلاث والجمعه، حنا مفرقينهم. والحمد لله عندنا الطويل هنا، وعندنا واحد العدد كبير اللي كيجيو عندنا من برا كنستقبلوهم هنا، يعني اللي حالات ديالهم ضعيفه باش كنديروا لهم الترويض. نداء للناس باش يعطيو واحد العنايه كبيره لهذا المركز هذا، وكنقولوا لهم مرحبا بكم، راه البيبان محلولين باش تعرفوا شنو كيدير هذا المكتب هذا، وشنو كيدير هذا المركز هذا، وهذا المركز محلول على العوام. وكنتحدى اي واحد باش يجي هنايا يقول لك راني خلصت شي فرانك لهذه الجمعيه هذه ولا لهذا المركز هذا. وكنحيي من هذا المنبر هذا كل شيء اللي كيساهم معنا، الناس ديال الناظور كنحييهم
كنحييهم واحد التحيه يعني كبيره بالاحسان ديالهم بالمساعده ديالهم. كاين اللي كيجيب لينا الزيت، كاين اللي كيجيب لينا الدجاج، كاين اللي كيجيب لينا بعدا الخبز الفرامل ديال الناظور كيجيبوا لينا الخبز. والحمد لله يعني هذا المركز هذا غادي في واحد المرحله ديال يعني نقدر نقول حسن، ونقدر نقول حسن جدا. انا اسمي سليم، اسمي سليم سليم الجزيره، نفس الجزيره قرا في المركز على جدي اكا بزاف جيت قراو كيف حفظنو كيف حفظ ونسينا نسينا نكتب مليحه الطاس الطغوريه تعلم كلشي بزاف تعلم كلشي الخير وتعلم القران تعلم انسيتار المسرح المسرح الرياضة هنيك الرياضة الساحة هنيك بزاف تروفي تكسيني حرامة تحن دسنا قوان النار تكسيني النار أنا حا أنا كسيني الرياضة النار صنع النار أنا الزهد المسرحية أنا سيطا بزبا أكار نحوي كيكا بزاف لقيت إحرام النار.